كمان بدي أخلي الأخ محمد يكون يعرف الدكتور محمد يعرف عن حاله لأنه أنت أدرى بنفسك فتقدر تعرفون معروف أوكي على من الباور بوينت راح يكون موجود عندكم تمام عشان تشوفوا تمام شو ده وقدم جزء قدم ما نشوف البرزنتيشن موجود ها موجودة؟ لا لسه موجود هلا موجود طيب يسعد صباحكم جميعا واهلا وسهلا فيكم يعني انا بعرفكم كلكم اكيد انتم تعرفوني انا يعني محمد القرنة خلصت الدكتوراه جديد من المانيا اخر شهر 9 كان يعني دراستي عن تشخيص الافات والامراض في فلسطين والحمد لله خلصت الدراسة وبلشت الحين أنشر في الأبحاث تبعت الدراسة يعني إن شاء الله في عندنا 4 أبحاث راح ننشرها أول بحث نشرناه عن انتشار فيروسات النحل كانت عندنا فرصة في شهر 11 نشارك في مؤتمر في النحلين العرب في مصر للأسف ما قدرت أروح هناك ولكن شاركت في البحث ويعني هم غطوا تكاليف النشر وشاركت أونلاين يعني بس ما صح لي أروح هناك فإن شاء الله اليوم يعني المحاضرة تقريبا راح تكون يعني تقريبا ثلث ساعة على نص ساعة راح أحكي أول إشي عن الفيروسات يعني بشكل عام أحكي بشكل عام بعدين راح أدخل على البحث بشكل مفصل اللي هو البحث تم نشره في مجلة العلوم المصرية لجامعة القاهرة وكان عنوان البحث اللي هو Prevalence of Viruses in Palestinian Honeybee Colonies انتشار فيروسات في مستعمرات نحل العسل الفلسطيني بديش أحكي كثير عن النحلة وشو أهميتها خاصة نحل العسل وقديش أهميتها للبولينيشن والتلقيح يعني ما بدي أحكي عن هذا الموضوع أكيد كلكم عندكم خبرة فيه كهي كصديق للبيئة وملقح وبتعطينا بتزودنا منتجات غذائية وصحية وأيضا هي مشروع اقتصادي لبعض النحلين ولكن بدي أدخل فيه هذا الموضوع اللي هو موضوع الانهيار في العالم لنحل العسل في عنا انخفاض في مستعمرات نحل العسل في العالم وسجلت يعني تقارير علمية وغير علمية في بعض الدول في الشمال الكرة الأرضية وزي ما انتم شايفين في أمريكا تقريبا سنويا عندهم فقد حوالي 40% يعني أرقام عالية في السنوات الأخيرة وأمريكا عندهم مسح بيشتغلوا في هذا الشغل من سنة 2006 لحتى اليوم بيشتغلوا سنويا بيسووا مسح لقديش عندهم انهيار فالانهيار عندهم متفاوت ولكن عالي يعني 40 و50% في أوروبا كمان في عندهم يعني في تفاوت بين الفقد كمان الشرق الأوسط في عندنا تفاوت في عندنا عالي وفي عندنا فقد وفي عندنا في شرق آسيا كمان فشايفين الفقد بتركز في شمال الكرة الأرضية يعني في منطقة الكرة الأرضية في الجنوب في أمريكا الجنوبية وأفريقيا ما سجل فقد عالي ممكن بسبب أنه ما في دراسات أو فقر أو شيء ولكن في عندنا فقد في العالم وفي انهيار لمستعمرات نحل العسل وفي كلفات كثير وفي شغل كثير على هذا الموضوع ويعني وضع النحل في العالم في انخفاض جدا جدا العلماء يعني درسوا كمان شو الأسباب لانهيار هذه المستعمرات النحل في العالم وهي آخر دراسة في 2023 تمت نشرها ملخص عن أهم الأسباب الرئيسية اللي بتؤدي لانهيار مستعمرات نحل العسل كما تعلمون أول ثلث اللي هو الأمراض طلع ماخذ ثلث المسببات أو الدرايفرز في عندنا متطفلات خارجية كالفاروا تعرفوها في عندنا كائنات حية دقيقة في عندنا أعداء حيوية كبيرة في عندنا في القرن الحالي اللي هو المسبب الثاني الرئيسي اللي هو المبيدات أو المبيدات الكيماوية والمبيدات الأعشاب اللي هي الأجرو كيميكالز كمان هي بتأثر وبتعرض النحل للتسمم للضغط كمان في عندنا المتغيرات البيئية الموجودة حاليا الحين في عندنا التغير المناخي في عندنا الحظر في عندنا التمدد السكاني في عندنا الزراعة المكثفة أو الزراعة اللي بنسميها أحادية كمان أثرت على نحل العسل في العالم أيضا في عندنا ملوثات بيئية في عندنا حاليا دراسات كثيرة بلشوا يشتغلوا على المايكروبلاستيك وتأثيرها على عمليات الهضم في النحل وفي عندنا كما تعرفون دخان المصانع السيارات كمان أثر على النحل فهاي المسببات بشكل
مسببات رئيسية. في عندنا كمان إدارة النحال نفسه أو إدارة اللي نسميها الإنسان، ممكن يعني أخطاء نحلية أو عدم خبرة أو ممكن يخلي النحل جوعان، يعني ممكن في عندنا كثير قتل الملكة بالخطأ، فهاي كمان لها تأثير سلبي كمان على النحل. اليوم إن شاء الله أنا راح أركز عن الأمراض اللي هي بسبب الكائنات الحية الدقيقة، واللي منها الفطريات والبكتيريا والفيروسات. أنا راح أركز على الفيرال ديزيز اللي هو الأمراض الفيروسية، راح أحكي عنها بشكل تفصيلي أكثر. نبدأ في موضوع الفيروسات، راح نحكي بشكل عام. أنتوا أكيد علماء وما شاء الله عليكم، يعني عندكم خبرة في موضوع الفيروسات. للأسف الفيروسات اختلفوا كثير فيها، وللآن حتى هذه الساعة دراسات كثير عليها، وكما تعلمون طلع صيتها في لما طلع إنه فيروس كورونا. فالفيروسات هي ليست كائنات حية، عشان إحنا نعرف صعوبتها في التعامل معها، والأبحاث العلماء اختلفوا، يعني واجهوا صعوبة في دراستها، اللي هي إنها هي كائنات يعني لا هي حية ولا غير حية، هي فيها مادة وراثية ولكن ما فيها يعني ما بتتضاعف أو ما بتتكاثر بنفسها. هي بسموها obligate intracellular infectious agent، هي عامل يعني عامل داخلي إجباري يعني أو يعني ممرض. هي تعتمد على آلية العائل، هي تعتمد على آلية أو ميكانية عمل العائل، وهي تركيبتها كمان صغيرة جدا يعني مقارنة بالكائنات الحية الأخرى. هي بتتكمل بشكل رئيسي من مكونين، اللي هي فيروس اللي هو آسف الحمض النووي، إما أن يكون DNA أو RNA، يعني ما في يعني لازم يكون إما هو سينجل ستاندر ار ان اي او دي ان اي، وفي عندنا البروتين اللي بيحميها الكوت او الكابسيد، وفي عندنا او الانفلوب كمان. فهي هاي تركيبه الفيروسات، هي يعني حتى الان العلماء بيشتغلوا عليها، بواجهوا صعوبه في معالجتها والتعامل معها. تاثيرها على العائله او على الانسان او العائله اللي بتصيبه او الكائن بتصيبه، تاثيرها مختلف. ممكن تأثر على مرونته، على الفتنس تبعه، على مناعته. في بعض الحالات بتأدي بعض الفيروسات إلى قتل الإنسان أو قتل العائلة اللي بتصيبه. نحكي الحين ندخل في الفيروسات اللي على نحل العسل. إحنا في عندنا أكبر ثلاث عائلات اللي هي بايكورنو فيروس والديسيستو فيروس والإفلا فيروس. العلماء اكتشفوا لحتى هذه الساعة تقريبا 30 فيروس تم اكتشافهم على نحل العسل الغربي اللي هو إيبس ميليفيرا. ومن أشهر هاي الفيروسات راح نحكي عنها، في عندنا تشوه الأجنحة، في عندنا البيت الملك، في هاي معظم أهم الفيروسات اللي بتصيب نحل العسل. وححكي عن أهم فيروسات موجودة عندنا عالميا. بس قبل ما أحكي عن الفيروسات بدي أحكي عن إشي بيسموه transmission of B viruses، كيف تنتقل الفيروسات على نحل العسل. في عندنا ثلاث طرق رئيسية لانتقال الفيروسات. أول إشي بيسموه الفينيرال ترانسميشن، اللي هو الانتقال التناسل أو التزاوجي، لما يحدث تزاوج بين الذكور والملكات، فممكن يكون الذكور حامل للفيروسات فتنقلها للملكة. بعدين بيصير عندنا اللي هو تسلسل تكملة، يعني بيحدث عندنا بعدين انتقال العمود اللي هو الفيرتيكال ترانسميشن، اللي هو بيبدأ من الملكة، هي انعدت من الذكور، فممكن هي تنقل على البيضة، بعدين على اليرقة، على العضرة، بعدين على الحشرة الكاملة. فهي انتقال من جيل لجيل يعني عمودي. بعدين بيصير الانتقال بين الشغلات نفسهم، يعني انتو نحالين في اللي بيسموه horizontal transmission، اللي هو النقل الأفقي ضمن الجيل الواحد أو ضمن الخلية الواحدة، عن طريق مثلا اللي هو عن طريق التغذية، عن طريق التنظيف. فها بيسموه الهوريزونتال ترانسميشن، اللي هو عن طريق اللي هي التواصل بين المجتمع نفسه او الحشره الكامله نفسها في الطائفه. فهي اغلب الطرق الرئيسيه لانتقال الفيروسات، ليس فقط بس في النحل، يعني ممكن في كل الكائنات، يعني نقدر نقول هي متشابهه، لان كل نفس الشيء، يعني ما تقدر تقول يعني نفس الشيء مع كل الكائنات، ولكن يختلف. في عندنا ناقل رابع ومهم جدا بيختلف عن الكائنات الاخرى، اللي هو عن طريق الباروه. فهذا الناقل الرابع اللي ممكن أن يكون هو سبب، حتى مش ممكن، هو ثبت علمياً وأبحاث كثيرة، إنه هو الفاروة أو طفيل الفاروة، هو ينقل الفيروسات إما للنحلة أو هود
أو هو يأخذها من النحلة وينقلها لنحل ثاني. فهو الفاروة هي عامل ناقل للفيروسات. تمام. فإحنا عندنا الحين صار عندنا 4 نواقل للفيروسات، لانتقال الفيروسات على نحل العسل. وهذا البحث صار آخر بحث حدث عملته كريستينا، هي قابلتها في ألمانيا، هي من أمريكا بتشتغل شغل على الفاروة، يعني عندهم شغل مرتب، يعني مشتغلين شغل. هذا آخر بحث تم تلخيص بيولوجية الفاروة وعلاقته مع الفيروسات، يعني حلو للي مهتم في موضوع الفيروسات والفاروة. تمام. الحين نحكي عن بعض الفيروسات بشكل تفصيلي ملخص. عندنا مرض التشوه الأجنحة الفيروسي أو فيروس تشوه الأجنحة، بيسموه بالإنجليزي deformed wing virus. هذا الفيروس هو يعني من أكثر الفيروسات شيوعا وضررا على النحل في العالم، وسجل في العالم. أيضا يعني هاي أعراضه، أهم الأعراض، هو بيصيب الحشرة الكاملة وبيؤدي يعني أعراضه واضحة، بيسوي تشوه للأجنحة وبتتجعد الأجنحة، فأعراضه واضحة في المنحل. وكمان بيقصر عمر الحشرة الكاملة، بيسوي لها تقصير. في مجال نعمل مداخلات؟ يسعد صباحكم جميعا. والله انا بفضل نخلص بعدين ندخل مداخلات، شو رايك؟ احسن كما احسن افضل من، عشان خلينا السلسله متكامله، عشان البحث هو متكامل، خلينا نحكي عن كله بعدين نفتح باب النقاش للجميع، مش احسن هيك؟ كما ترغب. اوكي، شكرا لك. تمام. هو هذا الفيروس ثبت ارتباطه بانتقال الفاروة، انتقل عن طريق الفاروة. وأيضا تم تسجيل 3 سلالات من هذا الفيروس، اللي هو ديفانوفيف A، وعندنا البي اللي هو كان سمى سابقا الفاروة فيروس، وعندنا الجديد تم اكتشافه اللي هو ديفورمد وينج فيروس C. هذا الفيروس كمان ارتبط في بعض الدول زي ألمانيا في 2010، ارتبط ارتفاعه مع انهيار مستعمرات نحل العسل في ألمانيا. فهو هذا كمان الفيروس كمان أدى إلى انهيار مستعمرات نحل العسل في ألمانيا. الفيروس الثاني نحكي عنه اللي هو فيروس خلية الملكة السوداء، اللي هو البلاك كوين سيل فيروس. كمان هذا الفيروس هو متخصص ويصيب ملكات يرقات الملكات، هو لا يصيب يرقات الطوافي الأخرى زي الحشرة الكاملة أو الذكور. هو كمان منتشر وعالي الاستخدام، يعني منتشر بشكل واسع في معظم أنحاء العالم. وأيضا في دراسة حاليا تم دراستها مع في ألمانيا الجديد مع الدكتوري والدكتور مصري، أعدوا النحل بهذا الفيروس وأدى إلى موت الحشرة الكاملة، بس لسه ضمن الدراسة في المختبر. ولكن هو متخصص في يرقات الملكات، وزي ما انتم شايفين كيف الملك اليرقات واضحة، الأعراض واضحة، بتصير يعني سوداء وبتموت اليرقة. الفيروس الأخير راح أحكي عنه اللي هو عندنا فيروس شلل النحل، اللي هو بي برز فيروس، اللي هو في منه كيوت وفي منه كرونيك بي برز فيروس. ولكن هذا الفيروس أشد خطورة، لأن إذا حدثت الإصابة خلال 5 أيام بتموت الحشرة الكاملة من هذا الفيروس. بيصيب الحشرة الكاملة أيضا، وواضح جدا شو بصير، سقوط للشعر، وبتكون اللي بصير البطن يعني لونه أسود واضح، تختلف عن النحل السليم. وبيكون كمان يعني زي ما تقول في اللي بصير عندها اهتزاز أو ارتعاش غير طبيعي يعني البطن والأجنحة. ممكن كمان تشوفها على بتكون الحشرة المصابة على أقراص المنحل. فهي كمان من الفيروسات اللي أدت، وهي كمان ارتبطت بانتشار بارتباطها بانتشار الفاروة، وكمان سجلت انهيار المستعمرات نحن العسل كمان في ألمانيا في 2010. البلاك كوينس الفيروس، نسيت أحكي هذه النقطة، ارتبط انتشاره بالنزيمة إيبس، ارتبط انتشاره في الستينات على لما اشتغل العالم فريز، انتشاره بلاك كوينس الفيروس بالنزيمة إيبس، ولكن ما بين له ارتباط بالنزيمة سيران اللي هي اليوم منتشرة في كل العالم. تمام. هيك أنا حكيت بشكل عام عن الفيروسات. الحين ندخل على البحث بشكل تفصيلي. في فلسطين، يعني أنا في دراستي وجدت في 2017 في 2028 في عنا فقد حوالي 26% إلى 29% سنويا، وهذا كان فقد عالي، وكان الفقد متوزع في كل السنوات.
خلال الصيف والربيع والشتاء، ولكن ما كان في اختلاف معنوي بين أي فصل أكثر. عادة في كل الأبحاث العلمية إن الشتاء هو أكثر فصل يكون في فقد للنحل، بس عندنا في فلسطين وجدت أنا كمان عندي في الصيف والربيع، ممكن عشان كان العينة عندي كانت قليلة تقريبا بس 80 صلية، ممكن إذا أخذت عينات أكثر ممكن يبين أكثر، بس يعني كان في عندنا فقد عالي. المهم الأهم إشي إن أنا شو المشكلة عندنا؟ للأسف إحنا في عندنا فقد بس ما في عندنا أبحاث في هذا الحقل أو في حقل النحل العسل. الأبحاث اللي أنا واجهتني مشكلة، كان في عندنا بحث للأستاذ عماد البابا في 2015 درس اللي هو أهم النباتات الرحيقية والحبوب اللقاح في الضفة الغربية، يعني هذا بحث ساعدني. وكان في كمان بحث ثاني اشتغله دكتور أعتقد الحين هو في الجامعة الأمريكية عن المتبقيات السموم في العسل الفلسطيني. هاي فقط الأبحاث اللي وجدتها، وأنا وجدتني مشكلة إن ما في عندنا أبحاث، فهاي كانت فكرة الدراسة إن ما في عندنا أبحاث تساعد النحالين أو الباحثين أو المهتمين في موضوع قطاع النحل في فلسطين. فهاي كانت فكرة الدراسة، ولما يكون في أبحاث بيساعدك أنت كطالب كيف يعني يكون عندك مرجعية. فعلى مستوى بحثين أنا استفدت منهن، كيف لو كان في أكثر من أبحاث. فهي هاي كانت فكرة الأبحاث. وكان السبب الرئيسي الثاني إن إحنا ما في عندنا دراسات عن انتشار الفيروسات في فلسطين، ما في عندنا يعني بحث أبحاث منشورة واضحة عن أهم الفيروسات الموجودة في فلسطين. لأن مهم هذا الإشي، ليش؟ لك أنت بتبني عليه الاستدامة، بتبني عليه المستقبل. يعني أنت ما بتبدأ تكافح أي مرض وأنت مش مسجله عندك، كيف أنا أشتغل فيه مثلا تشوه الأجنحة وأنا مش موجود عندي؟ طب شو بعرفني؟ فأنت يعني الفكرة جت إن كيف إحنا نسجل إشي علمي موثق عن أهم الأمراض. فهي كانت المشكلة إن ما في عندنا انتشار للفيروسات، هاي هي المشكلة. الهدف من التجربة كان اللي هو دراسة مسح أهم الفيروسات الموجودة في فلسطين، دراسة 15 فيروس سويناهم مسح باستخدام التقنيات الحيوية، وهاي هي 15 فيروس راح نحكي عن اللي وجدناهن. اللهم صل على محمد. كانت يعني طريقة الدراسة هي يعني كمان هي يعني مش كل الضفة الغربية أو قطاع غزة، يعني إحنا كانت الجنوب أخذنا بيت لحم الخليل، أخذنا 80 عينة 80 خلية عشوائية اختمناها من هذه المناحل. في ربيع 2017 أخذنا عينات. مشكلة التعامل مع الفيروسات، الدكتور عماد أكيد أخ عماد بيعرف، دكتور عماد، مشكلة الفيروسات إنك لازم تحافظ على العينة على ماينس 80 حتى ما تتحلل الار ان اي، لأن الفيروسات النحل معظمهن ار ان اي اللي هو الحمض النووي ار ان اي، وهي مشكلته إنه لازم يعني بسرعة بتطاير وبتحلل أو بتخرب العينة. فواجهتنا مشكلة في نقل العينات من هون لألمانيا، وكمان مكلفة هون نسويها. فيعني أنا ما قدرت أوديني على ألمانيا، يعني الدكتور استعد وأجا أخذهم من هون وطلع فيهم بن غوريون وعطول ودهن على المختبر الخزين في ايتي. بالرغم أن أخذنا 80 عينة وخزنان هنا، يعني تقريبا 11 عينة منهن يعني فسد ما طلع معنا نتائج. فمشكلة الشغل في الفيروسات شوية صعبة لأن مكلف، ومحافظة على يعني حيوية العينة. ممكن تاخذها حيه بتعيش، بس انت احنا اخذناها ميتات. فالحمد لله نجحنا في توصيل لالمانيا. اخذنا من كل منحل من كل خليه 100 نحله، اخذناها بشكل عشوائي من الجوانب. بعد ما خزناهن حولناها على المانيا. لما وصلنا المانيا بدانا في التحليل في المختبر، اخذنا 30 نحله من النحل اللي اخذناه، سوينا لها طحن، حكي بطحن، وبعدين أخذنا العصير بسموها البي جوس، أخذنا حوالي 100 مايكرو لتر بي جوس من هاي من كل عينة من كل يعني خلية. وبعدين عملنا اللي هو ار ان اكستراكشن، يعني استخدمنا سبيشال كيتس ومواكن كمان هناك متقدمة في المختبر. بعدين احنا شو سوينا، يعني شويه متقدم شو سوينا، بعدين عدنا الصناعه للار ان اي، رجعناها للسي دي ان اي سينثيسيس، زي مثلا البكتيريا فيها دي ان اي. احنا في هذه الخطوه رجعنا ريفيرس، سوينا زي ما تقول اعاده سيكونس للار ان اي للسي دي ان اي.
بعدين استخدمنا لكل برايمر فيروس، لكل فيروس برايمر له متخصص فيه. وبعدين احنا شو اشتغلنا؟ بس اثبتنا ان هاي الخليه مصابه بالفيروس ولا لا، يعني يس اور نو. يعني ما اشتغلنا على اللود او الكونسنتريشن اوف ذا فيروس، لان احنا ما بدنا نشتغل مثلا جين اكسبريشن. كان هدفنا نعرف ان هذه الخليه مصابه بالتشوه الاجنحه او لا، او مصابه بالخليه الملكيه او لا. فهو كانت هدف التجربه انه يس اور نو، لان هاي الخطوات كل عينه كانت تكلفنا تقريبا من 7 يورو ل 10 يورو، كانت مكلف. يعني الفيروسات، شغل الفيروسات مكلف، كانت الميزانيه معنا مش قويه. فهي كان هاي تفاصيل التجربه، يعني كيف اشتغلنا فيها. بالنسبه للنتائج، هاي نتائج الاكس اكسس اللي هو بريفلنس اوف فيروس لكل في كل العينات، وجدنا 10 فيروسات من اصل 15 فيروس وجدناهن، يعني اكتشفناهن. كان عندنا البلاك وينز اللي هو البيت فيروس البيت الملكي، كان اعلى واحد، كان 96% في كل العينات، يعني في كل العينات المصابه وجدنا 96%. وجدنا كمان تشوه الاجنحه A و B في كمان في كل العينات. وجدنا فيروس جديد اللي هو اسمه بيج سيكس ليفر فيروس، كمان تقريبا 70%. وباقي الفيروسات وجدناها بكميات قليله، يعني الساكبود فيروس اللي هو اكيوت كمان وجدناه بكميات قليله. فهي كانت اول نتائج لنا، وجدنا اول شيء بريفلنس اوف فيروسز في كل العينات. دخلنا شوي في التحليل، تخصصنا اكثر، شفنا انتشار الفيروسات مقارنه بالمناحل. كان عندنا 8 مناحل، شفنا قديش عدد الفيروسات المصابه بهذه المناحل. وجدنا 5 فيروسات موجوده في كل المناحل، يعني 5 فيروسات اللي هي اهم فيروسات موجوده في المناحل. كان عندنا منحلين في واد فوكين والخليل، كان فيهن 8 فيروسات لكل منحل، يعني كان عالي الفيروسات. تمام. كمان حللنا اكثر، يعني تحليل النتائج اكثر، شفنا قديش يعني عدد الفيروسات المصابه في كل خليه. كنا في المنحل الحين في كل خليه، وجدنا ان معدل حوالي 40 خليه من المصابات تقريبا مصابات باربع فيروسات الافريج تبعهم، وما وجدنا ولا خليه مصابه بس في فيروس واحد، من 2 وفوق اطلع لحد 7 في خليه وجدنا فيها 7 فيروسات. تمام. يعني هاي اكثر نتائج، تحليل نتائج ومقارنتهم بالشغل الثاني. كمان شفنا زي ما حكيت لكم انا في اول الدراسه، في ان في ارتباطات بين بعض الكائنات، زي مثلا الفاروا مع الفيروسات، مثلا نزيما مع البلاك كوينس الفيروس. سوينا زي ما تقول، هل في ترابط بين الفيروسات؟ هل هذا الفيروس يرتبط بهذا الفيروس؟ ما وجدنا. بشكل عام كان الارتباطات ضعيفة وقليلة، فقط وجدنا فيروسين كان نسبة العلاقة بينهم قوية، لأنهم نفس العائلة اللي هو إسرائيل كيوت برا الفيروس والكيوت بي برا الفيروس، كانوا من نفس العائلة، فكان ارتباطهم مع بعض عالي. يعني إذا كان هذا موجود هذاك بيكون موجود، يعني بوزيتيف كوريليشن. هاي بالنسبة للنتائج. الحين بدنا نتناقش موضوع النتائج، يعني كيف حللنا النتائج. أول إشي السؤال الأول جاوبنا اللي هو فعلا وجدنا عندنا هاي أكورنس أند بريفلنس أوف فيروسز بالصين، وجدنا الفيروسات، ومش غريب، ما تخافوا، يعني مش غريب، موجود في كل العالم، كل الفيروسات موجودة منتشرة في كل العالم، والنحل حامل لهذه الفيروسات وما بخوف الوضع، حامل لكل الفيروسات هاي بكل طلعوا البلاك كوينس الفيروس، الفيروس الفيروس، يعني فهي موجودة فيروسات في كل العالم، وحتى في الأردن، في دول المجاورة، في سوريا، في إسرائيل كمان موجودة فيروسات. ليش موجودة؟ السؤال بنجاوب، لأن النقل عندنا في 4 نواقل، فهي ممكن هذا السبب في ارتفاع الفيروسات في فلسطين وفي العالم. لو هوريزونتال ترانسميشن حكينا، فيرتيكال، فينيرال، والفاروا، فهاي إجابة ليش عندنا فيروسات كثير. بالنسبة للأربع فيروسات اللي وجدناهن اللي هي بلاك كوينس الفيروس والتشوه الأجنحة A و B والبيك سيكس ليفر فيروس، هن أكثر فيروسات موجودة في العالم. عندنا في فلسطين حدثت دراسة أستاذ عماد بالتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكانوا مسوين عينات، ولكنهم اشتغلوا على تشوه الأجنحة بدون السلالات تبعه. وجدوا عندنا في
نسبة الإصابة كانت عالية 35% من تشوه الأجنحة. فيعني تم تسجيل تشوه أجنحة عندنا سابقا في 2017، وكمان يعني اللي هو بيت الملكي والتشوه الأجنحة هو كمان سيميلر للعالم كله، يعني طلع العالم هاي بلاك ميس الفيروس موجود في كل العالم، وتشوه الأجنحة كمان موجود في كل العالم. يعني ما احنا ما سوينا شيء جديد، بس ولكن احنا ثبتنا علميا هذا الشغل. الاشي اللي وجدناه اللي هو البيك سيكس ليفر فيروس، للاسف هذا الفيروس جديد اكتشف في 2011 في المسيسيبي في اليو اس اي، هاي اول اكتشاف له في 2011 سجل. لاحقا سجل فقط في 2022 باللو بريفلنس ان تركي، وحاليا عندنا يعني احنا هاي ثالث يعني ثالث تسجيل عندنا، وهو يعتبر مالتي هوست، يعني بيصيب الموسكيتوز والسويابين ايفلز والميز. للأسف احنا كمان كان عندنا نقطة ضعف في البحث، يعني ما سوينا سيكوينسينج لهذا الفيروس. لو سوينا سيكوينسينج كان احنا كمان ثبتنا اكثر، احنا اشتغلنا بس كيو بي سي ار، سيكوينسينج بيأكد هذا الموضوع، ولكن هو فيروس جديد ما في عليه شغل جديد، وما بين انه بسبب لسه جديد يعني، بس ما بيخوف يعني، ما مش شفتوا هيك تخافوا يعني. التوصيات احنا اول سؤال، احنا في عندنا هاي بريفلنس بي فيروس بالستاين، فاول شيء احنا اذا تقول يعني جوابنا السؤال الاول اللي هو ان في عندنا فجوه معرفيه في هذا الفيروسات اللي عندنا في فلسطين، فاحنا جوابنا هذا السؤال. السؤال الثاني، ممكن اذا بدنا نكمل دراسه يعني ندرس تاثير هاي الفيروسات على نحل وصحه نحل العسل في فلسطين. هذا بالنسبة للبحث، وبدي أشكركم على استماعكم. تمام، وهيك أنا الحين خلصت الفيروسات، الحين عندي شغال على بحث النزيمة وعندي النزيمة، وعندي كمان أمريكان فلو برود، وبعدين عندي كولونيوسيز، يعني في عندي ثلاث أبحاث أنا شغال عليهن، هن من ضمن دراستي. وهيك أنا بشكركم على الاستماع. شكرا كثير دكتور محمد. نفتح المجال للأسئلة. أنا في عندي سؤال، يعني تفضل أسأل أول واحد. تفضل يا أخي العزيز. بالنسبة للبحث، هل تم توثيق يعني طريقة المانجمنت تبعت المستعمرات النحل اللي صار منها اللي أخذت منها العينات؟ يعني مثلا في عندنا استخدام يعني كثير جدا للانتبيوتيك في المناحل، ومعروف ان الانتبيوتيك برضه بضعف مناعه النحل للفيروسات زي البني ادم نفس الشيء. هل صار في توثيق لايش صار، شو طريقه كل واحد كيف بيدير المنحل اللي انت اخذت منه العينه؟ اكيد احنا في هو الابحاث الجايه راح تحكي هذا الحكي. احنا درسنا على اداره المناحل، ولكن في هذا البحث درسنا احنا بس على انتشار الفيروسات، بس سوينا مسح هل هذه الخلية مصابة بالفيروسات ولا لا. الحين استخدامات الانتبيوتك فعلا هي بتأثر على مناعة النحل وبتؤدي لمشاكل، بس هو ما إلها علاقة في هذا البحث، يعني هذا الموضوع ما إلها علاقة في موضوع الفيروسات، بس ولكن اشتغلنا على الانتبيوتك، الناس بيستخدموها وإلها علاقة بالأمريكان فبرود، بس ما إلها علاقة في موضوع الفيروسات. زي ما حكينا موضوع الفيروسات المشكلة فيه إنه هو كائن غير حي ويرتبط بالعائل اللي بيصيبه، حتى العلماء مش قادرين يعني يعالجوه كشخص او ككائن هو لحاله. بس بدي اشكر اول شيء الدكتور رائد الكوني، هو مشرفي في الماستر، هو له فضل كبير علي وشرفتنا، واهلا وسهلا فيك دكتور، يعني لك الفضل علينا. يسعدك دكتور محمد حبيبي. يعني انا كثير والله بفتخر انه ما شاء الله عنكم يعني وصلت للدكتوراه، والله يعطيك الف عافيه والف مبروك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك دكتور. موضوعك مجرد ما قرأت الإعلان والعنوان شدني كتير، لأنه صري أكثر من 4 سنين 5 سنين وفي الدكتور رائد أبو كبع، بجوز بتعرفه، هو أنت مستشهد حتى في البحث، يقول لي يا دكتور فيروسات النحل، فيروسات النحل، والله أنا خلصت من النباتات لأبدأ في النحل. فلما شفتك اشتغلت هذا الشيء الله يعطيك العافية، شغل مفتخر، ولأول مرة بتدخل فلسطين لهذا الحقل، كل الاحترام لإلك ولجهودك. وأنا كنت من البداية مهتم يعني أني أنوه على النقطة، أنا اشتغلت في النحل في بدايات الحياة المهنية بال93 و94،
كنا نواجه الفاروة ونربطها بتقزم الجناح. فأنت لما جبت إنه هذا فيروس، بعدين استكملت الحديث إنه هذا الفيروس له علاقة بالفاروة، فعلا هو أكيد الناقل راح يكون الفاروة، والناقل يعني ناقل شرس. كان عندي تساؤلات على إنه العينات إنك فحصتها هون ولا في ألمانيا، وليش ما فحصتهاش هون رغم إنه في عنا إمكانيات نفحصها في بلادنا. بس هذا الحكي بيشجعنا إنه نستمر نتعاون وإنه نعمل أبحاث للأمام. كان سؤالي إنه النسبة العالية ما فسرتوها ليه الفيروسات في النحل، وهل في صنف تميز عن صنف تاني؟ بمعنى إنه عنا البلدي الحراثي هذا بنسميه، والقماري، هدول شرسات ومقاومات وقلما نجد عليهم أعراض، بينما الإيطالي والأسترالي واللي بيجينا مفتخ من برا بزبطش معه. فهل في مقارنة ما بين هذه الأنواع؟ وشكرا لك وعلى جهودك وكل التحية. شكرا دكتور، حياك الله دكتور، أهلا وسهلا فيك. أول شيء الجواب السؤال الأول اللي هو ليش ما اشتغلنا هاي العينات، هو كان المشروع مشترك بين فلسطين والألمانيا مدته 5 سنوات. كنا ندرس كل الأمراض، تشخيص الأمراض، فكنا نأخذ كل عينات على ألمانيا. يعني درسنا 6 أمراض رئيسية اللي هو الحضن الأمريكي والفيروسات والفاروا والنزيمة والمرض القصب الهوائي، وكمان 6 أمراض درسناهن والتشكبرود. فكان مشترك، كان هم مساهمتهم ان هم يحللوا العينات عندهم، كان مساهمتهم. وكان المشروع مشترك مع جامعه الخليل، انت عارف جامعه الخليل ما فيها عندهم مختبرات لفحص الفيروسات وشغل زي هيك، ممكن عندكم ممكن في المستقبل نشتغل معاكم. فهذا كان هذا السبب الاولاني. السبب الثاني موضوع الاصناف، احنا ما درسنا موضوع الاصناف اللي هو السلالات الموجوده عندنا، ولكن الدكتور حاليا يعني احنا بدنا نرجع نحكي حاليا اكثر صنف موجود عندنا هو الحين يعني الحرافي والبلدي صار نادرات، يعني مش موجودات عندنا بشكل يعني قليل جدا. الحين موجود عندنا بنقدر نقول هو احنا زي ما تقول اجتهدنا، احنا ما حللنا. الموجود عندنا هو هجين بين الايطالي الموجود في المنطقه، الايطالي والسيراك السيراك اللي هو السوري. هذا موجود عندنا، ما في عندنا سلاله نقيه نحكي عنها، هذا اللي هي ايبس ميلفيرا سيراك او ايبس ميلفيرا لوجيستيكا. كل اليوم عندنا هجين مخلط، ما ممكن ندرسه في المستقبل. انا مفكر هذا الموضوع شو السلالات الموجوده، بس انا معك السلاله المحليه هي مقاومه للامراض فعلا مقارنه، بس ما قارناها، ما بس يعني مقارنه ممكن نشتغل على الملكات البلديه اذا بنلاقي ونحسنها. موضوع وجود سلالات مقاومه مهم جدا في مقاومه الامراض الفيروسات. بس الدكتور بس بدي احكي لك نقطه، ارتفاع الفيروسات ما بيخوف، ما يعني وجودها نحن حاملة للفيروس ولكن ما تحدث الإصابة. يعني موجود هاي الخلايا الموجودة عندنا ما كان فيها فقد، يعني هاي الخلايا أخذنا منها العينات راقبناها ما كان فيها فقد أو موت في الخلايا. ممكن على مستوى النحل مات، بس كمستعمرة ما كان في فقد. فهو الفيروسات بشكل عام موجودة، ولكن إذا بتكافح الناقل تبعها اللي هو الفيروس الفاروا فممكن تتحكم فيها، ما في منها خوف. هي اكثر منها دراسه لنساعد الباحثين ليتقدموا ويتطوروا ونبدا في موضوع تطور النحل. تمام، مشكور كثير، شكرا لك، ويعني كل التوفيق. وانا من هذه المنصه بدعو للتعاون، ومختبراتنا في النجاح مفتوحه لكم، فان شاء الله بركن اذا فتحت الدنيا تزورنا في النجاح ونرتب بحث نشمل فيه جميع المناحل في منطقة الشمال والجنوب كمان. في كثير موضوع النحل المفتوح الساعة لسه بحر يا دكتور، بحر. أكيد راح نتعاون مع بعض. إذا سمحت الله. الله يعطيك العافية. إذا سمحت أستاذ عماد. شكرا بداية أخي محمد، ويعني أنا بتمنى لك التوفيق وجهد عميق وجهد كبير أنت بادله حقيقة. أنا بلشت أشتغل في هذا الموضوع اللي هو الكوليني كولابس ديسوردر من 2008 يعني، وأخذنا عينات كثيرة. في 2015 نشرنا ورقة علمية جمعنا فيها عينات من 14 دولة اللي هي كانت يعني
بعنوان اللي هو distribution and variability of deforming viruses في الميدل ايست اريا. كويس. طبعا احنا اخذنا بجوز اكبر عدد من العينات من بين ال 14 دولة العربية، سوريا، لبنان، الجيريا، موروكو، يمن، وطبعا السودان هي الوحيدة اللي موصلتناش، تونس، ليبيا. فكان عندنا حوالي 25 عينة. السؤال اللي سألك إياه الأخ إنه هل تم التوثيق عندما أخذت عينات؟ أنا في مرحلة ما أخذت عينات كان عندي استبيان، برضو عبيت الاستبيان من اللي هو صاحب المنحل، وكنت بحاول إني أعرف شي هي طريقة إدارته للمنحل. اللي بدي أقوله بجوز يكون أخطر حاجة الآن، الديفورمينج فيروس له تأثير كبير والله دكتور محمد على البرفورمانس تبع الشغالات والنحل بشكل عام، فهو له تأثير سلبي بشكل أو بآخر. خلينا نقول الإميرجينج الفيروس الآن اللي هو الإسرائيلي كيوت باراليس فيروس، هذا عماله بوكل في النحل. الإسرائيليين بكل أسف شغالين منيح منيح على الموضوع، بس إحنا في موضوع النحل ويعني المناحل بشكل عام وسكتر النحل كله عندنا مهمل، سامحني على الكلام. يعني ما أود قوله كمان وهو الأخطر بجوز بعد أو قبل الإسرائيل أكيوت باراليس فيروس، اللي هو وصول طرد. هذا الطرد انتقل من شرق آسيا إلى عمان، ثم العقب وتم إلقاء القبض عليه، وأنا كنت من الناس اللي حضرت عملية التقاط هذا الطرد في العقبة، وعندي عينات منه اللي هو الإيبس فلوريا والنحل القزم. الإيبس فلوريا لما درسناها وحاولنا أن نوقف معها، في عليها شغلتين. أولاً عندها نوع جديد من النزيمة، مش النزيمة السرانة اللي احنا بنعرفها، يعني على سيكا شيء آخر. وثانياً هي تحمل مجموعة فيروسات بتصيب النحل بس في شرق آسيا مش عندنا، وهي طبعاً طلع الطرد ما قدرنا نسقط كل النحلات احنا، وتوقف في العقبة وانتشر باتجاه إيلات. والآن يعني أنا بعتقد هذا الحكي بجوز من سنوات، بجوز من 7-8 سنوات، يعني إذا بديش أأكد لك إنه صار بجوز واصل الخليل وزيادة كمان. فحلو إذا بتقدر من خلال تعاونك مع الألمان إنك تشتغل على هذا الطرد، أو تشتغل على عينات هذا النحل الجديد اللي وصل للمنطقة، وتشوف وتتأكد شو الفيروسات. هاي الدكتور رائد عرض إنه عنده مختبرات، أنا نفس الشيء كانت كل شغلي في الأردن لأنه ما كان عندي مختبرات هون في البلد، ما حد كان، يعني أنا كنت بشتغل لحالي يعني individual في المشروع كله وفي الموضوع كله. ويعني بحقيقة الجهد يعني كبير، وإن شاء الله أنك تقدر تعمل إشي في قطاع النحل وتحديدا الفيروسات. سأل الدكتور رائد قضية إنه عن النحل البلدي، نعم النحل البلدي هو أكثر تحملا لظاهرة تغير المناخ، أكثر تحملا حتى للإصابة بالأمراض اللي ما كانت سابقا، وإنما وصلتنا من خلال زراعة الملكات من أوكرانيا ومن إسرائيل ومن هناك ومن هناك. بكل أسف وبحكيها بالعلن، نحالنا الفلسطيني دائما ميال إنه يشتري ملكاته من داخل الخط الأخضر، حتى من ست هناك بتنتج كل الملكات اللي بتيجي من داخل الخط الأخضر سجلوها علي، هي مصابة وتحمل الفيروسات بما فيها الكيوت إسرائيلي باراليس فيروس. وشكرا لكم. شكرا لك أستاذ عماد، شكرا لك. أنا بس بدي نوع نقطع موضوع تشوه الأجنحة، أنا ما بقلل من أهمية تشوه الأجنحة. تشوه الأجنحة سجل عالمية إنه بيسبب لانهيار مستعمرات نحل العسل في العالم، ولكن إذا إحنا من قاوم الفاروة ممكن نخفف من انتشار الفيروس. يعني هو صحيح موجود وله تأثيره وهو يعني مسجل، يعني ما بنكر هذا الموضوع، بس ولا إحنا ما بدنا نخوف النحلين تخويف كامل يعني سريع معنا هذا الفكرة. ولا هو فعلا تشوه الأجنحة والإسرائيل كيوت باراليس فيروس فيها كم من فيروس يعني خطرات جدا، يعني في عليه شغل كثير في العالم كمان. أنا مش مشكلة، ممكن أتعامل معك في موضوع الإيبس فلورا، نتواصل معك ومع الدكتور رائد، ممكن لأن في ميزانية صغيرة ممكن ضايلة ممكن نشتغل على هذا الموضوع. على الروح بالساعة، إحنا سعيدين جدا بالتعاون. والأخ عماد يعني أخ عزيز، كل الأبواب مفتوحة له برضو إذا حبيت نعملنا أي بحث. أستاذ عماد انت بتعرف يا سيدي، بتشرف والله يا سيدي بتشرف،
زي ما حكيت لك أنا عندي عينة من الإيبس فلوريا، يعني عندي موجودة هان في فلسطين، يعني عندي تيوب ومحفوظ وكل شيء تمام، يعني ما عندي مشكلة أعطيك منه 5 نحلات 10 نحلات تشتغل عليهن ونشوف إحنا وياك. بس طبعا لأنه فيكسيت أو فيكسد الآن يعني بجوز شوية تكون أمورنا صعبة، بحاول إني أجيب إشي فريش في يعني الفترة القادمة إذا ما قدرنا. طبعا رح حاول أجيب لك إياها من العقبة، لأنه بعتقد إنه هم احتفظوا كمان بجزء حي من هذا النحل. ممكن حتى إذا بسمحوا لنا الإخوان، وهي يعني من سلطة جودة البيع حضرتك في لاحظت إنه مشاركين، ممكن نحصلنا على دعم لمشروع تقييم الوضع الصحي للمناحل بفلسطين ومن ضمن هالفيروسات. مش غلط دكتور، يعني أنت بتقدر كجامعة تقدم مثلا small grant project للجف، وهالأيام في شيء بهذا الاتجاه، وتجرب إنه ينعمل surveillance. مش عارف يعني ممكن يكون تعاوني بيننا وبينكم مثلا، ما بعرفش إذا أنت كسلطة بتقدر تكون بالفريق. هلا أنا ممكن أكون، بس إذا بدك تقدم للجيف مش راح تأخذ، لأنه بتعرف الجيف بتدعمش الحكومات وخاصة فلسطين يعني، فعشان هيك يعني ممكن إحنا أول أخ محمد مثلا نقدم لنا على مشروع صغير يعني researchers individual. بس إحنا ممكن إنه يعني تكونوا شريك في مرحلة من المراحل. إن شاء الله. حياك الله يا أخي. الله يسعد. فيش صوت أنا ملاحظ. إذا ما في أسئلة خلينا نختم ولا كيف؟ ضروري، إذا ما في خلاص توقع على الله أختم. شكرا يا جماعة، يعطيكم ألف عافية. شكرا دكتور محمد. وين غبت يا دكتور مازن؟ كيف؟ بقول غبت عن الجلسة وعن الحديث، وين اختفيت؟ لا والله سامع، أنا سامع على الكمبيوتر الثاني متفرج على الصوت. الله يسعدك يا سيدي، بارك الله فيك، يعطيكم العافية. شكرا. لو الدكتور رايد يطمن يعطينا شيء عن شغله. دكتور رايد إذا بدك أو أي أحد، عماد كمان، عماد الدين، أي حدا بحب يقدم بهاي الأسبوعية كل يوم خميس إحنا نعملها، فحكولي وين تبتحبوا وعنوان الجلسة وخلينا نعلنها. أو طلاب كمان. تسلم. الله يسعدكم. الله يعطيكم العافية. سلامات.